السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج فيزيو مبرمج كويس جدا عشان تعمل علاقات بين العناصر. على سبيل المثال أنا هبدأ المشروع بتاعي مثلا أو ستارت أند إند، أبدأ في مثلا هبدأ الشغل إزاي كده. أول ما بتقرب منه بيبدأ يقول لك عايز تحط العنصر الآخر يمين شمال فوق تحت زي ما أنت عايز، ولاحظ الأربع اختيارات اللي هما بيديهم لي. يعني ممكن أقول له أنا عايز يطلع بروسيس عمليات بالشكل دوت، ممكن أقول له أنا عايز يطلع مثلا حاجة فيها اختيارات decision ناخد قرار. ممكن تعمل بقى هنا واحدة الناحية دي وواحدة الناحية دي وهكذا. تمام، خلي بالك هو بيجيب لك أنا أربع حاجات، الأربع حاجات اللي هما الأولانيين دول. يعني ممكن تكون أنت محتاج مثلا الداتا، ارفع الداتا كده لفوق بالشكل دوت، ولما تيجي هنا هتلاقي الداتا ظهرت من عندك بالشكل دوت، فتقدر تختار بسهولة. طبعا كل واحد فيهم تقدر تيجي وتكتب الكلام اللي أنت عايزه، تدوس مرتين وتكتب مثلا ساوند مثلا بالشكل دوت، وتقدر تكتب اي حاجه في كل واحده فيهم بحيث ان انت توضح شغل هيبتدي ايه. طب احنا هنبدا مثلا نثبت الخرسانه امتى، طب احنا هنشتغل على الموديل امتى، طب ايه اللي هيبقى قبل ايه، وهكذا المخطط بتاع تنظيم الشغل اللي عندنا. طيب لو في عنصر مثلا انت ما حطيتوش بالطريقه ديت اللي هي الطريقه الاوتوماتيك، لا ده انت سحبته وحطيت هنا مثلا عايز تربطه، هو اوتوماتيك بيبدا يعمل زي محاذاه. تيجي هنا عند الكونكتور وتبدا تقول له انا عايز اربط بين ده ودوت، او تقول له مثلا انا عايز اربط بين ده ودوت بالشكل دوت، وتقدر تغير الاشكال بتاعه الكونكتور زي ما انت شايف.